دورة التصميم التجاري والإعلاني، مدرب المهارات معاذ الشحمي. خليك معي في هذه الدورة وتابعنا فيديو فيديو، وراح تلاقي كل الفائدة والمتعة بدورة التصميم التجاري والإعلاني. يلا نبدأ الدورة. إذن كمان في عندي بنيجي لتصميم الشنات الورقية الدعائية أو البيبر باك، الشنط أو الحقائب الورقية الدعائية. طبعا في منها أشكال كثير وفي منها مقاسات كثير متنوعة المقاسات فيها حسب الشيء اللي أنت بدك تعمله، يعني حسب الغرض اللي بدك تحطه فيها، أو حسب يعني أحيانا بيكون مثلا ألبسة، أحذية، حقائب شناتي ورقية يعني لأغراض متنوعة. فبالتالي المقاس تبع الكيس أو الشنتاية هاي بيكون مختلف. شايف هون مثلا على اليسار بتحط أرقام الشركة، مثلا إيميلات الشركة، يعني معلومات عن الشركة. هون مثلا اللوجو يعني معلومات بسيطة. كمان هون في شيء بده يكون بروح بالقص كمان عندي هون. طبعا شايف هاي الادج كمان بدك تدير بالك منها، وفي شي هون هاي الزاوية، هذا المثلث بده ينزل لتحت لما تسكر الكيس. فبالتالي حاول انك تتجنب يعني تعمل تصميم هون بهاي المنطقة. طبعا ممكن كمان تزيد يعني بالموضوع، يعني ممكن تضيف لها بيفل او اللي هو امبوس يعني كفراج، ممكن تضيف كمان طباعة او اللي هو البصمة والطباعة، يعني شيء لمع كمان عندك هون، UV spot UV مثلا على هاي النظارة، يعني مثلا الجزء من النظارة اللي مطبوع على الكيس ممكن تعمل له spot UV مع شعار الشركة. طبعا في مقاسات كثير كمان 12x8x4، يعني في مقاسات حسب انت شو بدك تصمم. شايف في امثلة كثير، يعني الموضوع ابداعي بالاكياس الورقية، في مجال الابداع كبير. ممكن كمان تعمل فيه داي كات فبيعطيك نتائج كويسة. شايف في امثلة كثير يعني على التصاميم، شايف هون هيك. الكيس شوف عندي هذا المثال وهذا المثال نفسه. شايف بهاي المنطقة اللي على الجناب الإج الحافة بتحط فيها شيء معين مثلا على الكيس. يعني لو شفنا هذا المثال، هذا الوجه اللي قدامي، خلينا نعمل فيه حركة معينة. ممكن تحط شعارك هون مثلا، خلينا نشوف. شايف هون مثلا بتحط شعارك، هون بتحط كتابات عن الشركة يعني. او يلي بدك تشتغله يعني بالموضوع. شايف هاد مثلا، يعني الموضوع فيه مجال للابداع. الخطاط شايف حط لك اياه مشان انه تكتب فيه، يعني بكون بمنتصف المسافة. وحاول دائما انك تتجنب يعني مثلا خليه اسود، انك تتجنب هاي المنطقة اللي تحت مشان الطوي، وتتجنب تعمل بليد او المسافات الهوامش مشان منطقة القص.
فبالتالي هون بتعطيني النتيجة. لو رحنا نصمم تصميم جديد للبيبر باج، الحقيبة الورقية، يعني هون مثلا خلينا نعمله 12×8، مثلا يعني طبعا هون بالميلي بدنا نحول السنتيمتر، نفس الموضوع. خليني أعطيه لون مثلا وليكن هذا اللون، كمان عندي الأربعة الإج الحافة، اوكي. خليني اعطي لون ثاني عشان يبين معي. ليكون هذا اللون. يعني بتصير معي العملية تلقائية. إذن هذا الكيس بصفي عندي الجناب، بعمل مشان شو انه يتلزقوا على بعض. يعني هيك مثلا، مثلا هاد بروح بعمله من هون مثلا، خليني اثبته من هذا الجنب، بنقص له العرض وليكن 10 سنتي او سنتي، يعني 10 ملي. اوكي مقبول. كمان من تحت بعمل هدول، ليش؟ لانه من فوق بكون مفتوح يعني مشان تحط فيه الاغراض. فبالتالي كمان بعطيه ميلان، يعني مثلا خليني اجيب هاي النقطة، كانت الارتفاع 30.83 ملي. يعني 6 ملي فاصلة شوي. تبدأ بتجرب فيها انت على كيفك.
مثلا هيك، وبدي اعمل كمان من تحت مشان اللي بينطوى مشان يتلزق، نفس الفكرة. خليني اجيب هاي، خليني اثبت الحافة من هون واعطيها ارتفاع، خليه يكون 20 ملي، يعني سنتيين مقبول، سنتيين. كمان نفس العملية، بجيبها ميلان شوي، هاي نفسها بكررها هون. وبعمل من هون كمان زيادة، بثبت الحافة مثبتة 20، اتفقنا انه 20 ملي يعني سنتيين. وببدأ اني ازيح الجناب تبعها كمان، بدي هاي النقطة بس. نفسه بكرر هون مشان يكون عندي الكيس جاهز. اذا هذا الكيس بشكل مبسط، هون بيكون في خرام مشان يتعلق الحبل او الممسك تبع الكيس. خليني اشوف هون، طبعا هاي كبيرة شوي، خليني اصغر الدائرة. مقبولة. طبعا انت بدك تراعي كمان موضوع يلي هو، عفوا، بعدين بتقص هدول مشان تحط الخيط تبع الكيس هون بهاي المنطقة. يعني هاي اوكي، نفس المبدأ بتكرره. اذا هذا تصميم الكيس ببرك باك، كيس ورقي مبسط بينطوى هدول من تحت، وهذا بينطوى مشان يتلزق بهاي، وهون بتحط الكيس بتصمم هون. ممكن تعمل فيه بصمة، ممكن تعمل فيه كفراج،
انت على حسب شو ميزانيتك والابداع اللي ممكن تعمله. اذا هاي الاكياس الورقية البيبر باك.